ستيفانو بيولي طبعا، بيولي المدير الفني للميلان ماشي بشكل اكتر من رائع، يمكن مش السنه دي، بنتكلم من السنه اللي فاتت انه عمل ارقام، عمل نتائج جيده جدا، والسنه دي كمان ماشي في السيريا اب بشكل اكتر من رائع. تحس انه مدرب عنده شكل تكتيكي مميز جدا وشخصيته مع اللعيبه. شايف دوره ايه في مباراه امبارح؟ يعني ايه الايجابيات اللي عملها في مباراه امبارح؟ صحيح، هو شخصيته فعلا هو الروح اللي صحيح. ابرز او الروح اللي اوجدها وخلقها في الميلان، ده اللي مخليه يمشي بشكل كويس جدا في سيريا، وظهوره بالامس مع اللاعبين هي كانت الروح. روح احنا ميلان لابد نكون موجودين نظر بشكل قوي، موجودين في الانفيلد يعني ملعب الجحيم. صحيح، هذا هو مكان هذا هو الجحيم، هو الجحيم. فمع كل ذلك، مع ضغط الجمهور الكبير العريض اللي كان ظاهر امبارح بشكل كبير، وجود النجوم وترابط المكان كان ما بين صلاح وهندرسون وارنولد، ظهروا بشكل قوي جدا. انا مع متفق معاك تماما، الكوتش اللي ميلان هو سبب اساسي من الظهور بالشكل القوي او المتماسك. صحيح، وكمان على مستوى يورجن كلوب شفنا قد ايه يورجن كلوب كان عامل حساب المباراه، وشفنا دوت في احراز الهدف الاولاني قد ايه سعاده يورجن كلوب بهذا الهدف. ده بيدل على اهتمامه بالمباراه وخوفه شويه او قلقه من مباراه بتلعب امام فريق بقاله كتير، يمكن اكتر من 7 8 سنين ما بيلعبش تشامبيونز ليج، لكن فريق له اسم كبير جدا. كمان يورجن كلوب عنده شخصيه، وده ظهرت من خلال هنشوف الارقام ما بينه وما بين طبعا ستيفانو المدير الفني للميلان. نشوف الارقام برضو كلوب وستيفانو من خلال الجدول اللي قدامنا. طبعا عدد المباريات ليورجن كلوب 320 مباراه، مقابل طبعا ستيفانو بيولي ده لسه جاي من خلال سنتين 91 مباراه. يورجن كلوب من 320 مباراه فاز 192، ستيفانو من 91 فاز ب 53، ده عدد كبير جدا ايضا للمدير الفني للميلان. تعادل يورجن كلوب 69 مباراه مقابل 22 لبيولي، وهزيمه 59 ليفربول و16 للميلان. من الاهداف يورجن كلوب ل 680 هدف ومقابل ستيفانو بيولي 184 هدف. الاهداف اللي عليه 351 مقابل 112 للميلان. ارقام مدربين طبعا ارقام كلها ايجابيه، بس انا عاجبني ارقام بيولي، لان ارقام بيولي زي ما بقول لك يعني يورجن كلوب بقى له فتره طويله، لكن في خلال سنتين قدر يعمل وقدر يرجع شخصيه الميلان بشكل كبير يعني. صحيح صحيح، ارقام واضحه جدا، وده بيدينا مؤشر ان اللقاءات القادمه او الاعوام القادمه مع الميلان قد يحدث يعني طفره كرويه وعوده لتحقيق ارقام قياسيه ايضا، او تحقيق القاب وخصوصا الدوري الايطالي. انا اعتقد صحيح. ان سوف يكون للميلان لوضع هايل رائع في الشامبيونز ليج هذا العام. صحيح، وخاصه الميلان كمان متوسط اعمار فرقته لسه صحيح. صغيره طبعا، ما كانش موجود ابراهيموفيتش، جيرو يعني نزل في الشوط الثاني، فاعتقد الميلان كمان عنده امال وعنده طموح ان هو يعمل حاجه في هذه المجموعه.